القوانين قانون البحث العلمي اللي هو بينظم العلاقه ما بين الباحث والمستثمر في هذا البحث. من اهم القوانين كمان التجارب على حيوانات التجارب، علشان لازم يكون عندنا ادميه، وانا ما اقدرش انشر بحث دولي غير لما يكون عندي فعلا اخلاقيات البحث العلمي على حيوان التجارب، لان ما ينفعش ان انا اذيه بدون فايده، ما ينفعش اعمل تجارب ما لهاش معنى، لازم يكون في مغزى وقيمه للبحث اللي انا بعمله على هذا الحيوان، مش بعذبه على الفاضي. التجارب السريريه اللي هي التجارب الاكلينيكيه دي اللي هتتيح لمصر انها يكون عندها الدواء بتاعها، والدوله اللي هي عندها دواها دوله قويه زي اللي عندها سلاحها، فدي دوله قويه. ده برضو القانون ده اتمنى ان الحاجات دي كلها تاخد موافقه البرلمان قريب جدا. نختم بقى بموضوع النصيحه. حد عنده اي نصيحه؟ لا احنا ممكن بقى ثلاث نصايح كده. طيب اهم نصيحه ان انا لا اعتمد على الواسطه.